اكتبها أستاذ عزيز. الله يخليك. اسمع محمد. نعم. تحب تشتغل في المانيا؟ من اللي يا حوالي؟ انا لي واحد قريب من نفس اختي بيشتغل في واحد مصنع كبير. زعلان منك حاجه؟ لا مش زعلان محمد، بس انا عاوز اشوف مستقبلك يبقى احسن. انت انا هخسرك هنا، لكن هناك مستقبلك في المانيا هيبقى كبير، وكمان هتمسك فلوس اكثر من اللي انت بتمسكه هنا. ربنا يخليك يا راجل، ربنا يكرمك. انا انت عارف ان انا راجل، انا جاي لا بعرف اقرا عربي ولا اكتب حتى اسمي بالعربي. هسافر المانيا محمد. المانيا واوروبا، المهم مش اتكلم، المهم اشتغل. طيب يا صاحبي هفكر. بقول لك ايه يا بس انا عندي مشكله. يعني ايه مشكله؟ تتكلم بجد؟ طب الجيش يعني خلي بس، وبعدين انا هكتب قرار معين. خلي 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 محمد، محمد غصب. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ازيك يا ساميه؟ مش عايزه يا جميله. ايه يا حبيبي؟ ايه يا جميله؟ مالك معايا طريق؟ خد 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 يا مسعد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك ازيك يا ساميه؟ ازيك يا ساميه؟ اهلا. ازيك يا ست الكل؟ محمد. ازيك يا طمني، جبت الباسبورت؟ اه بس بعد ايه؟ صار ياما ما رضوش يطلعوا لي الباسبورت الا بعد ما دفعوا لي 25 جنيه. 25 جنيه؟ قال ايه؟ تأمين. مش عارف تأمين على ايه؟ تقوليش انا اغنى من الحكومة؟ وجبتهم منين يا ابني؟ ربك بيوفقها ياما، فوت على الورشة وخدت المكافأة بتاعتي. الباسبور اهو. شوف ياما صورتي؟ أنا خايفة لما تتوفقش في البلد اللي أنت رايحها يا محمد. ما تقلقيش ياما، إن شاء الله ربنا هيوفقني وهكسب. البليلة. البليلة. الله. خالة لما عرفت إن أنت جاي عملتها لك عشان أنت بتحبها. تسلم إيدك ياما. طب ما تاخدي بقى والنبي تاكلي معايا. بالهنا والعافية لك أنت يا ابني. الله. أنا عايزك تطمني ياما. الواد مدحت صاحبي قراري العقد. أصله بيعرف إنجليزي. فقال لي ان المرتب كويس قوي، فان شاء الله ان شاء الله هوفر من المرتب وهبعت لك فلوس عشان تفك رهنيه ربع البيت اللي انت رهنتيه عشاني. يا ريت كان عندي اكتر، كنت اديتهم لك يا محمد. ربنا ما يحرمنيش منك ياما. ده لولا ال 50 جنيه اللي انت اديتهم لي ما كنتش هقدر اسافر. لكن ولا يهمك. ربنا هيقدرني ويعوضك عن كل السنين اللي انت شفتيها عشاني ياما. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه يا ابني. هوب 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 أنا متأكد مفيش هوب غير اتنين وحاجة الله هتغلبهم. معلش يا كابتن. مدحت مؤاخذة يا كابتن، شوفيشك بخير. بالسلامة دي بالسلامة. سلامة مدحت. انا جاتني فكره بنت مجنونه عاوز اخد رايك فيها. ايه هي؟ الحاجات اللي الواحد بيعوزها حاجات قليله. زي ايه؟ يعني انا عطشان، انا جعان، انا من مصر، انا عايز اكل، انا الحاجات دي يعني مش وبعدين؟ يعني لو نتفق انا وانت كام كلمه بقى من الواحد بيعوزهم دول، كل حاجه من دول تكتبهم لي في ورقه لوحدها. فرقة لوحدها فرقة لوحدها وخدهم معايا. عظيم. بس انت مسافر المانيا يا محمد وانا ما بعرفش الماني. انا عندي فكره، هكتبهم لك بالانجليزي ونشوف اي واحد صاحبنا بيعرف الماني يترجمهم لك. شوف ليه؟ انا مسافر بكره. طب ازاي هتعرف كل ورقه من الثانيه؟ فعلا يا محمد، ما هو انت لو كنت بتعرف تقرا عربي كنت كتبت لك ترجمه كل جمله على ظهر الورقه. سيدي انا بعرف اقرا من نمره واحد لنمره 10. عظيم. أنا هرقم لك الورق من واحد لعشرة، بس أنت عليك تحفظه قدام علوان أهو أبو امتحن فيه. يا ابني فكرة جهنمية جدا، أنت خسارة إنك ما رحتش مدارس يا أبو حميد. أعمل إيه بقى لأبويا؟ ما هو لو كان وداني مدارس كان زماني بقيت معاكم في الجامعة دلوقتي. لا فكرة ذكية أوي. فعلا. الحقيقة عجبتك الفكرة أوي. ده أنا ليل نهار ما كانش بيجيلي نوم، مخي ده كان هنشت، طب إزاي هتعامل مع الناس دول؟ طب عايز آكل، جعان، طب عايز حولهم إزاي بقى؟
لغايه لما فكرت في حكايه الورق ده. طب يا سيدي يلا كمل لبسك علشان خاطر نشوف هنبني بيها الورق. ماشي يا سمدحت. يا بالهنا والشفا. والنبي كتر الدقة شوية يا رمضان. من عينيا الاثنين. الله يسترك. ازيك يا حلوان؟ يا محمود. اتفضل معايا، ده بكرة هيوحشك. أصل متغدى متأخر. أمال يا مدحت فين؟ مستنيك على القهوة. وأنا هحصلك. أهلاً. أهلاً يا محمد. أهلاً. اتفضل يا محمد. ازيك؟ الحمد لله. إيه؟ ها؟ خلصنا ال مستعجل عليهم أول الدرجة دي؟ ربنا يكرمك يا سعيد. دي قهوة النبي. فأنا رحت خرطتهم مخصوص في مطبعة واحد صاحبي علشان تبقى حاجة كويسة تشرف قدام الأجانب. اتفضل يا سيدي. الحروف الأرقام باينة كويس أوي. بس على الله تحفظ كل الكلام اللي مكتوب على كل كارت. واضحين أوي صحيح. مش دي واحد؟ اتنين كده أهو. دي ثلاثة. من واحد دي كده؟ أيام إيجيبشن. أنا مصري. استنى بس. ايام ايام ايجيبشن. انا مصري. يعني دي انجليزي ودي عربي. يعني عربي. دي من مصر على طول. ايوه. مصر. انا دي مصر. انا مصر. ايوه. دي انا مصر. نمره اتنين بقى دي. انا عامل خراطه. ايوه. انا عامل خراطه. ايوه. ثلاثه بقى. انا ما بشربش خمره. الله، انت دخلت نحو الامية يا محمد. ما بلش هذا الانجليزي. يلا. دي انا دي بتاعت تلاتة. ايه دي؟ انا عامل خراطة. عامل خراطة. عامل خراطة. طيب هي اللي بتاعت امي نمرة تسعة. تسعة. تسعة دي بقى بتاعت انا عايز ابعت فلوس لامي. كويس. والعنوان اسفل الكارت. انا عايز ابعت فلوس لامي والعنوان. يعني اي حد يقراها طبعا واضحة جدا قدامك. ايه طيب كويس اوي. شكرا يا حسين. لا ما تنساش بقى ابو حميد بقى. ايوه انت بعت لنا برضه اي حاجه يعني. وجينا بالسلامه ان شاء الله. محمد لا اله الا الله محمد رسول الله. كلام يا ابو مش عرسيك ده. انا محمد لحم الخنزير حرام ورب الخوف. اوعى تقرب منه. لا هو ولا الخمرة. الخمرة بتلحس المخ. ما تخافش يابا خليها على الله. بقول لك يابا كفاية عليك النبي يا شيخ. تبقى تقول ما تحصلش خطر. دي بقى يا سيدي واحدة قريبتنا من بعيد ما حدش بيطل عليها يابا. كل واحد من اخوات الحد بيراهنت ربع البيت عشان تخلينا نسافر يابا. أصيلة قبل طول عمرها. ولو احتاجت أي حاجة قبل ما ابعت لها ما تسيبهاش يابا. وأنا هحط لها كل اللي هتدفعه. طيب يا حمد مع السلامة. ما تشيلش هم. مع السلامة. ربنا يخليك يابا. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صباح الخير. عم بقول لك صباح
صباح الخير. وبعدين انت غرقتني. انا هو انا مش زعلان انت شغلك برضه. جيب اساعدك. هساعدك بس. لا هساعدك. هساعدك قصدي ايه؟ قصدي انت تضرب في الارض كده. دي لازم تضرب كده بص. كده. شوف. كده تمسح بقى بتاع اصلا. اقعد يا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي محمد حسن. محمد بالانجليزي بقى اسمه محمد حسن. انت اسمك ايه؟ مانولو. 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 اهلا يا مانولو. اوكي. اوكي. الحمد لله كويس. اصل انا مش فاهم حاجه. انتوا ليه ما بتعرفوش تكلموا عربي؟ Why don't you come with me to the swimming pool together to swim? جزر؟ جزر؟ You don't like swimming together. مش عارف. انا مش عارف انت بتقولي ايه اساسا يعني. Come. ايه؟ Come join me. سلام. Oh my god. اتفتح الباب كنا اغراب وبقى لنا اصحاب بعد ما دايت فرجت يا احباب بعد ما دايت فرجت يا احباب اتفتح الباب اتفتح الباب يا زمن ساخر الساعه تقبلها والساعه تفتح على الاخر وتسهلها وسؤالنا العاصل متعين يلاقيله جواب يلاقيله جواب اتفتح الباب اتفتح الباب اتفتح الباب
اتفتح الباب واتفتح الباب واتفتح الباب. يا كل ده مطبخ بلا جيش. انت رحت الجيش قبل كده؟ انا بقى رحت الجيش وقضيت كل المده في الاتحاد الرياضي. انا بقى بلعب ملاكمه وخدت جايزه في اتحاد الملاكمه وزن خفيف. ملاكمه انا بلعب ملاكمه. ها انتوا بتطبخوا الطبيخ ده كله لمين؟ دول انا اشتاق مهندس زيد روبيلا. روبيلا ايه؟ انا هفضل اكلم نفسي طول الوقت كده؟ نفسي اتكلم وحد يسمعني، نفسي اسمع حد يكلمني عربي. عربي؟ محدش بيتكلم عربي؟ اتكلم عربي. كده ساعدك؟ What are you doing here؟ عم ما فيهاش حاجة، الإيد البطالة نكسر. It's not allowed you to come here. هساعدك. I told you it's not allowed you to come here. Please get out. أنت زعلان ليه؟ Get out! يا عم صلى على النبي. ده انا عايز اساعدك. جيت اوي طلع النبي مش كده. طيب اوي اوي ايزي كيب. العمر يا دنيا بدايته هنا وكأني رايح من سنة على كوني أنا. تمنى مش هيخون يلا اضحك. خلاص هو انت عارف سكته ازاي في البحر. عمرته او مصيبه لو كان في الهوا. يا سي محمد انت اول واحد هسافر. ما ناس كتير مسافره معاك. هاي كمان سواق الطياره عارف سكته ازاي؟ هو ده بقى لا في طريق ماشي عليه ولا في محطة ولا في حائط واقف اصلا. عارف سكته. سبحان الله. اكيد في طريق. في طريق. الله يهمك يا محمد. بكرة هتعلم كل حاجة. هتضحك على الأيام دي. يا ترى اقدر اعيش في الغربه دي لوحدي؟ خد يا حبيبي خد الجليله اللي بتحبها. كل انا عايز افضل معاك يا ابني. كلمه انا عين يا ابني. لكن اعمل ايه؟ ابوك خدك بالمحكمه. معلش خليك محبوب عشان تتعلم سمعه حلوه وكل ما تلاقي وقت تعالى لي. بابا انت ليه ما بتجيبلناش تنبيه؟ تنبيل تنبيل مرة واحدة يا ابني. لما نلاقي الأكل الأول نبقى ندور على التنبيل. يا سي محمد اشمعنى كل الناس عندهم تنبيل واحنا لا؟ يا الناس الأغنياء بس هم اللي عندهم تنبيل. المعلم برع عنده. المعلم برع جزار يعني برضه حد من ضمن الأغنياء. طب احنا ليه مش أغنياء؟ بلاش نماد هات بقى وشوف شغلك. ربنا عايز كده. ليه ربنا بيخلق ناس فقراء مش لاقيين يتدقق ناس أغنياء؟ تسلم ايدك يا حاجة. اللي حاف خلص هتستلميه النهارده ان شاء الله. سلم ايدك يا استاذ حسن. يا ما صعبان عليا محمد من تراب القطن ده. يعني بلاش تشتغل. اسمع كلامي. ده الخراجه بقوله طالب عيال من سنه وتعلموا صنعه الخراطه. وهي صنعه التنجيل وحشه. ده انا ابني بقى قطعت الدنيا راح عند الخواجه اشتغل عنده من سنه. هدوء انا عايز ايه لمصلحه ابني. شيل ايدك احسن المكنة تاكلها قبل ما تاكل الحديد. فاهم؟ ما تخافش اشتغل. ارجع بدماغك عشان الريش ما يخشش في عينك. لكن ما تخافش من اي مكنة مهما كانت كبيرة ولازم تخيب المخرجة علشان المخرجة تخيبها. فاهم محمد؟ كويس. ايه اكبر مكنة انت شفته في الدنيا؟ ايوه بونصه. كويس. مين عمل الرجل الثلاث؟ بني ادم زيي وزيك مش كده؟
صح يا خالد. مين بيسوق عبور الزلط؟ برضه بني ادم زيي وزيك. لو سواق عبور الزلط خاف من عبور الزلط مش ممكن يسوق. معلومة خالد. كويس، علشان كده انت مش لازم تخاف من اي ماكينه مهما كان كبير. حاضر يا خالد. كويس، قولي يا خالد، انت ليه مش بتروح في المدرسه في الصبح؟ ابويا من يوم ما بابا امي بطلني المدرسه. خش اشتغل يا محمد، ما تخافش. صحيح يا خالد؟ ايوه يا خش اشتغل. انا جاي اروح اركب القطر واطلع على المانيا على طول. القطر قطر نو نو انا اركب، عاوز اركب محطة قطر. نو نو قطر. يعني اختلاف اللسان يسكن بني الانسان، ممكن تقوم الحدود ما بين لسان ولسان. انتي سجني وغربتي وحيرتي، انتي العطش والقلق والدمع والحرمان. يعني اختلاف اللسان يسجن بني الانسان.
طلع يعني؟ قال لي اثنين. قال لي اثنين. قال لي اثنين. ثلاثة. دوماني مفتينو. قال لي اثنين. دوماني. دوماني مفتينو. قال لي اثنين. قال لي اثنين. دوماني مفتينو. دوماني مفتينو. قال لي اثنين. دوماني. دوماني قال لي اثنين. دوماني عريش ولا انت؟ قال لي اثنين. دوماني مفتينو. مفتينو ايه؟ دوماني مفتينو. قال لي اثنين. الحمد لله اللي قبل ما نقول يوفر لك امك. انا عاوز اشرب كوبايه شاي. وانا اللي كنت جبت معايا شويه شاي وشويه سكر وسبكتايه. كل شيء هنا يا محمد. أقول يا محمد خرجت بره مصر وبقيت مصر حواليك. أقول يا زيهم كده. ريح صوت أموك. مش معقولة ليه؟ أمال اتعلمت الخرطة إزاي؟ بكرة طبعا أبقى زيهم أحسن منك. Thank you.
جهاز جديد. جهاز جديد. مش عليك صناعي تحصل على كل موضوع. شكرين قوي. اللهم سلم. شكرين قوي قوي. بعثت في عين الناسيوناليتين. مش فاهم. الحمد لله. بعثت شومين دوت. بعثت في عين الناسيوناليتين. الحمد لله. بعثت شومين دوت. الحمد لله. شكرا. دوكي سيدي بينا خالص. الحمد لله. شاشة ونبي شاشة ونبي مع السلامة مع السلامة يا عمر ببرق لي ليه؟ استغفر الله العظيم يا جماعه
سلام انت الفرايز. Hast du das Auto schon bekommen?